السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، وش راكم؟ لاباس بخير؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله نصيبكم في احسن الاحوال. اليوم جينا بفيديو جديد. غاب كتان الموديل راهو توندانس. هنا عنا قندورة كتان فيها 2 متر، محطوط في الماء ومحدد كي العادة، وعنا هذه دانتيل في لاتول في الارغانزا ولا في لاتول. هنا عندنا 1 متر. نروح ونبداو على بركة الله. هنا عندنا القماش تاعنا، حطيناه بالطول. نروحو نحيو منه 25 سنتيمتر اللي راح ديروها لي مانش. نقيسو العرض نتاعو كامل هنا 25 سنتيمتر، لأن لي مانش راح نديرو مانش كوباي برك، ونزيدو نلصقو فيها لا تول، هاديك لا دونتيل هاي اللي كهنا نحيوه، نديرو به لا مونش، واللي يفضل نديرو به السجافات نتاعنا تاع القندورة. هنا الطرف هذا اللي يفضل نروحو نطبقوه بالعرض بهالطريقة، نديرو الحاشية من الفوق، لأن القندورة راح نديرها ايفازي من تحت. هاي اللي كهنا بالعرض. الطول عندما نقيسو القياسات، الطول اني ما نحددوش، لاني الطول 1.27 متر، وهنا فيه 1.33 متر، وحنا هنا فيه 1.35 متر. هنا راني درت طريقة داخل في الخارج، رحت قصيت الفوق 35، ما درتش 28 لان لا كليون تاعنا هنا شوية بصحتها. درت من الفوق 35 على الجهتين منه من كي. روحوا شوفوا لا فيديو هذيك تاع داخل في الخارج. هنا نقيسوا الارتفاعات بعد ما حطيت وقصيت. هاني حطيت الجهة الفوقانية والتحتانية فوق بعضاهم، درنا الجهة تاع الخلف من تحت والجهة تاع الامام راهي من فوق. نروحوا نبداو نفصلوهم مع بعضهم. هنا درنا الارتفاعات، عندنا الارتفاع تاع الصدر 33، وعندنا ارتفاع الخصر 42، ونديروا ارتفاع الارداف 23. نزيدو نروحو نديرو الدوران. هنا عندنا دوران الصدر 117، ونخليو تاع الخلف 1 سنتيمتر هذاك راني نخليوه مع الزيادات 2 أصابع. نزيدو نروحو نديرو دوران تاع لاطاي تاع الخصر. هنا عندنا 107 عفوا، ونروحو نزيدو حتى 4 أصابع، لأن لابانس راح ندخلو فيها 4 سنتيمتر، ونزيدو زيادات نتاع لي يدخلو على الجناب. الأرداف هنا نقيس برك، عندي 113 الأرداف، نقيس برك بصح راني حنخليها عريضة كاملة إيفازي من التحت، مانيش راح نقص منها. درك نروحو نديرو الكتاف. الكتاف هنا عندنا 20 سنتيمتر، نديرو ميلان الكتف 2 سنتيمتر، ونهبطو خط التركيز. هنا عندنا مونش كورباي، مانيش حندير 21، النقص ندير 20 برك باش ما يجيناش الطابق تاعنا كبير، ندير غير 20 سنتيمتر برك، لانه عندما يكون الطابق راح نديرو فيه 22، عندما تكون وحده سمينه نقصو دائما 1 سنتيمتر كي تعود سومونش ولا مونش كورباي. هنا انا درت 20 برك، هاوليك خط التركيز تاعنا. نروحو نديرو 7 سنتيمتر تاعنا على الجهتين، ونديرو زاويه تاع 3 سنتيمتر، ونرسمو حرده الابط تاعنا، ونروح ندخل في الجهة الأمامية ب1 سنتيمتر في هذه المنطقة.
الان عندنا الرقبه، نروحو نديرو الرقبه تاع الخلف، نديرو فيها هنا درت العرض نتاعها 8 سنتيمتر والغمق درت 10 سنتيمتر، حبيتها تكون محلوله شويه لانها قندوره تاع الصيف باش ما تجيناش مخنوقه. نفصلوا الخلف تاعنا وحده، ونروح نقصوا حردة الإبط مع بعضها ونزيدوا نحيو 1 سنتيمتر تاع الأمام وحده. هكذا الآن نروح نفصلوا الرقبة تاع الأمام. هنا الرقبة تاعنا راح تجي كاغيفي، هنا راني درت 20 سنتيمتر، ونديرو العرض تاع الرقبة 8 سنتيمتر، ونهبطو حوالي 14 سنتيمتر، ومن بعد نديرو نقوصوها هك شوية. هنا هاي ليكتور تاعنا كيفاش راح يجي في الرقبه، نوري لكم برك قبل ما نقصوا نوري لكم كيفاش يتخيط، راح نديروه بالطريقه هذه. هنا نروح نقصوا الرقبه الاماميه وحدها، ودرك نروحو نديرو لي بانس تاوعنا. حنا هنا قصنا الارتفاعات، نروحو نقصو العرض. العرض هنا تاع لابانس راح ندير 12، ونديرو الطول تاع لابانس تاعنا 21. نقيسو دايما من الجهة المغلقة تاع الأمام، الجهة الخلفية هذاك ما نحسبوش لأنه راح يدخل لنا في الخياطة. نرسمو لابانس تاعنا هنا قد قد هكا، ونروحو ندوروها الفوق من جهة 7 سنتيمتر هذيك، ونهبطوها بهذه الطريقة. نحطو لي زيبانكل باش تخرج لنا في الجهة الأخرى، يتخرج لنا في الجهه الخلفيه، ومن بعد نحيو الاماميه وحدها والخلفيه وحدها، ونزيدو نرسمو كل وحده تاعها بنفس الطريقه تاع لي زيبانكل هذه باش يجيونا كامل كيف كيف. كي ندورو من هي نرسموهم تجي نفس لابانس، لمن هي لمن هي. هنا كملنا، نزيدو نروحو نرسمو هداك الزايد نحيوه. هاي لي كيفاش نهبطو، نخرجو هنا في ليونش تاوعنا، ونروح نقص الزايد هذا لأني صاي قصت ودرت الزيادات نتاعي كامل. انا ما تقصليش مليح، نزيد نكمل نقص الجهه التحتانيه هكذا. هاي ليك صاي، نعاود لك نرسم من هيه برك لابانس كيما قلت لكم. نتبعوا على لي زيبانكل وخلاص بلا ما نضلو نزيدو نقيسو باه ما نضيعوش الوقت. درك نروحو نديرو لا مانش. لا مانش تاعنا هنا ماهيش مانش كورباي وماهيش دمي مانش، تجي شوي كبيره وما تتخيطش نفس الخياطه كيما الاخر كيما لا مانش كورباي.
هنا درت ال 25 كاملة ونحي شوية برك، لأني راح ندير من بعد هذيك لا دونتيل، نحي غير قسمة نعوض لا دونتيل برك من التحت. والعرض نتاعو درتها 22، موالفين نديرو مونش كورباي تاعنا 15 سنتيمتر. هنا أنا درت 22 بيسكو يجي كبير شوية وموش حيلصق، يلصق لداخل شوي. هاولي كيفاش يجي، نسقموه من التحت نحيو الزايد، نكرونطيوه من الفوق. هذه هي لا مونش تاعنا. هذاك الشيء اللي بقى نروحو نخليوه للسجافات، نروحو نقيسو الرقبة تاعنا ونقصوه باش نحددولو الفازلين. هذا يكفيني الرقبة الأمامية والخلفية في زوج. نروحو نجيبو الرقبة تاعنا نحطوها فوق هذا الطرف تاع السجاف اللي راح نديروه سجاف، نرسمو الرقبة تاعنا بالطباشير ونحددو واش رانا حابين حنا يقعد لنا، نديرو 6 سنتيمتر ولا 5 سنتيمتر ولا كيما نحبو، على حسب واش حابين نخليو سجاف لداخل. هكذا هنا البنات انا راح نزيد نقص ميلان الكتف، انا نسيت ما قصيتوش من قبيل. هاوليك هذا السجاف تاع الامام، هاوليك كيفاش ندوروه. خليت حوالي 6 سنتيمتر، هايليك، ونديروا نفس الشيء في الجهة الخلفية تاني كيف كيف. نزيدو نفس الشيء نقيسو، نخرجو الان سنتيمتر هذاك اللي راح نخيطوه، نخرجوه شوية على برا باه يجينا السجاف قد قد. نزيدو نرسمو الرقبة تاعنا كيف كيف. بصح الرقبة ما نقصوهاش حتى من بعد كي نركبوها، باش نقصوها باش ما تجيناش عوجة كي نحطو فوقها القندورة بالفازلين باش الان نروحو لماكينة الخياطة. نبداو اول حاجة نخيطو الظهر تاعنا، هي الاولى نخيطو الخياطة تاع الوسط هذيك. ندخلو هنا في جهة لاطاي، ندخلو بواحد ولا 1.5 سنتيمتر، نديرو ابيبخي اون بانس ونهبطو بالان سنتيمتر نورمال. درك نديرو لي بانس، انا هنا ندير معاكم اون بانس وحدة برك باش الفيديو ميجيناش طويل بزاف ويجي ممل. نديرو اون بانس وحدة والاخرين نديرهم وحدي. هايليك نحكمو الجهة اللي رسمناها وندورو. نحاولوا ان نسقمو برك باش ما تسكمشناش، نسقمو غير بشويه ونجوزو بالماشينه هكذا. هاملك لي بانس، شوفوا كيفاش جاو. دوك نروحوا للسجافات تاع الرقبه بعد ما حددنا لهم لافازلين تاعنا. هاي كيفاش نحطوا الرقبه، ديروا الوجه على الوجه، الفازلين هاي من التحت، ونحطو وجه القندورة على القماش ونسقموه. لازم تكون لنا بالعين ماهيش معوجة، وزيد رانا رسمنا الرقبة من قبل بالطباشير، نحطو عليها الرقبة تاعنا. هاي ليك كاين بزاف اللي يجيهم سجافات واعرين ويجيهم معوجين ومكمشين، والقندورة راهي بهوتها في رقبتها، كي تعود الرقبة باهية وميتة تجي مليحة. نروحو نلصقو لي زيبانغل تاعنا،
لازمش الحافه تاعها هذيك تكون مكمشه ولا حاجه، تكون قد محطوطه بالراحه. فوالا درك نقصوا هذيك الرقبه للداخل باش كي نخيطوا على جهه الفازلين نعرفوا وين نمشوا بالماشينه. نروحوا نقصوها هكا، ونروحوا نخيطوا من الجهه تاع الداخل باش ما يمشيناش القماش تتعوج لنا الرقبه. دائما البنات هذا سر من اسرار الرقبه والتسجاف، لازم تخيطوا جهه الفازلين ما تخيطوا جهه القماش، لانه جهه القماش تمشي لكم مع البيد بيش وتتكمش لكم وتعوج وما تجيش الرقبه تاعكم مليحه. في الكوان خليو البرا داخله ما نهزوهاش حتى ندورو باش ما يروح لناش الكوان تاع واجنا هكا. ونروحو نكرونطيوها كامله ونفس الشيء في الرقبه تاع الخلف تاني ديروها كيما هك بعد. أنا مانيش راح نصورها، مانيش راح نحطها لكم لأن هاي نفس الطريقة. درك نديرو سيغ فيلاج من الفوق باه ما يتحلناش الفازلين على القماش. هاي ليك بعد ما درنا لها كلش. درك نروحو نديرو فو فيلاج بالبرا والخيط. هاي ليك بعد ما كملنا نروحو نطبقوها هكا ونروحو نلصقو الدونتيل نقيسوها كيفاش راح نخيطوها باش تجينا في كيما الرقبه تاعنا. هاي ليك انا هنا وين حنقص الدونتيل وين حطيت الطباشير، نطبقو الدونتيل تاعنا هكا على اثنان ونحطوه بالطريقه هذه باش نعرفو وين نخيطو ما نضلوش نخيطو ونعاودو ونقيسو بالطريقه هذه تجينا قد نميلوه كيما هك ونخرجوا الجهه التحتانيه هذه حتى للوسط نتاعنا تاع القندوره لانه هو اللي راح تجينا فيه الشوكه تاع لا دونتيل هك. شوفوا تبعوا البنات بنفس الطريقه هك بعد كيما راني حطته، ونروح نرسم بالطباشير وين القندوره وين الوسط تاع القندوره هك قد لي كوان هادو متاني تاع الشرشيف تاع الدونتيل لازم يكونوا كيف كيفون راني مطبقتهم باش كي نحلو بعد الرقبه ما تجيش الفيستون هذاك مايل على جنب تبان الرقبه معوجه، لازم يكون كيف كيف. وهنا من بعد هاوليك كيفاش نقصو من هيك، نروحو نخيطو ونزيد نوليك نوري لكم كيفاش. هاي لي كيفاش جات كي خيطناها وقصيت هذاك الزايد اللي في الوسط. من بعد نروحو نقيسو بين لي بانس تاوعنا، مثلا عندنا 22 نقيسو 11 ولا لكان عندنا 20 نقيسو 10 10 باه يجينا الكوان تاع لا دونتيل هذيك في النص. وندير اشرطه هادوما، اشرطه هادوما درتهم طبقتهم برك وحددتهم بيسك راني حنحطهم ونعقب عليهم الخياطه ما خيطتهمش باش تجي خياطه واحده. هاي اللي لصقناها درنا عليها بالماشينه كامل، ومن بعد لصقنا هذاك دوك نروح نخيط. حطيت عليها لي زيبانغ البرك، نروح ندور عليها كامله ندور بشويه باش ما تكمش الناس. هكا نزيدو من الامام دركا. عندنا هادي هذا البيي هذا نخيطوه فوق هذا الدونتيل منا
دبقوا فيه واحد 1 سنتيمتر لداخل الحاشيه تاعو باش دي لا فينيسيون مليحه. ونخيطوه من الجهتين خياطه في الجنب خلاص باش تجي مليحه. نحيت هذاك الزائد تاع الشريط باش ما يجيش يبان لنا على البي. نروحو نزيدو هذا نطبقوه لداخل، نديروه قد قد سوا سوا قد الدونتيل. عالي كيفاش تجي. نروح نديروه على الجهتين. كي كملنا نوليو نخيطو هذاك الشريط اللي في النص باش الخيط كي نبدل الخيط الاصفر ما نقعدش نلعب نبدل خيط اخضر واصفر. كي خيطت بالاصفر كامل نحيت الخيط باه نولي حط الاخضر ونخيطو الاشرطه هذوك بيسك محكومين ديجا تحت البي. نخيطوه مع الجهتين وهذاك الزايد اللي في النص من بعد نديروه بابيون، نديروه عقده في النص. صاي هاي ليك هذه الرقبه تاعنا كملناها. هاي ليك كيفاش جات، هاي ليك النو اللي درناها في النص. الان نروحو نخيطوا لي مانش تاعنا. اني قصيت هذيك لا دونتيل في النص قد قد، وهنايا لي مونش تاعنا درت لهم سيرفيلاج ومن بعد حددتهم 1 سنتيمتر لداخل باش كي نحط نخيط طول، نحطهم فوق لا دونتيل طول ونخيط ما نضلش نقلب. من بعد نفوتوا عليهم بالماشينه هكا. هاي ليك لا مونش تاعنا كيفاش تجي. هاي الان نروحو نلصقو الكتاف. نروحو نتاكدو ساع من الكتاف تاعنا هنا لا كان قد بعضاهم هكا، هنا هم كيف كيف. ومن بعد نلصقو الخلف، نديرو الطريقة هذه الوجه على الوجه، نديرو السجاف تاعنا المنهيه من اللور باش كي نخيطوه تجينا في لافينيسيون مليحة، نخبي كلش لداخل ونمشيو في الكتاف غير 1 سنتيمتر بيسكاي تنقصلنا في الطول ولا تنقصلنا الرقبة ما ندخلوش فيهم بزاف، 1 سنتيمتر با بليس. صاي دوك نديرو لهم سيرفيلاج. نفس الطريقة نروحو نديرو لهم سيرفيلاج ومن بعد نقلبوهم. هاكا هاي ليك لصقنا دروك الكتاف البنات كملنا كلش. نروح هنا دروك في حردة الايبيت تاعنا، نروحو هنا بعد ما درت لها سيرفيلاج نديرو كفه صغيره برك لاني مانيش راح نلصق لي مونش فيهم. لي مونش راح نلصقها من الداخل شوي نكففهم هنا. البنات فضلا وليس امرا ديروا ابوني كومونتي فعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد وباش الفيديو تاعنا يمشي. نديروا الكفه تاعهم في زوج منا نورمال. ونروحوا نحددوا بالطباشير وين نلصقوا المونش تاعنا باش يجونا في زوج كيف كيف. هنا راح ندخل حوالي 1 سنتيمتر، نخيطوا نزيدوا نرقدوا الرقبه تاعنا كامل
ونخيطو هنا. شفتوا وين بدينا لابنس البنات؟ ندخلوا واحد زوج اصابع لتما واني رسمتهم بالطباشير، ونمشي من بعد بواحد 1 سنتيمتر لداخل بهذه الطريقه هذه، وشي زايد كامل نديروه في النص، نكمشوه في النص كامل. هكا نحكموا هذاك الزايد كامل، نديروا له لي بلي ولا تكماش رقيق. انا نحب تكماش لي يجي رقيق شويه، ما نحبش لي بلي العراض هذوك في الوسط نتاع الكتف. ونزيدوا نقيسوا الجهه الاخرى، وكيف كيف نزيدوا نطلعوا الزايد كامل في النص بهالطريقه، نحكموا بلي زيبانجل. هكا حتى نفس المكان تاع لا لابانس من اللور. هاوليك كيفاش يجي المونش تاعنا، يجي هب البنات حلو ويجي عريض كل مره رايحه، ما يجيش يقلق سورتو لي ما تحبش لي مونش كورباي يجيو قصار، لي نسى لي يكونوا كبار شويه. هنا انا زدت رقدت هذيك الفازلين بالخياطه باش ما تدير. شوفوا البنات لا فينيسيون من تحت كيفاش كلش مخبي، ما كاين والو يبان. تبعوا البنات اسرار لا فينيسيون، والله راني نمد لكم فيها من قلبي. اللي تبع معايا راح تجي لا فينيسيون تاعها كيما هك، خاطر كاين بزاف لي سقسيو. دوك نلمو الجناب ونكفوها ونروحو نشوفوها في المانكا. هاي ليك البنات كيفاش جات لاغوب تاعنا، هاي والله جات ما شاء الله. الى هنا يكون الفيديو تاعنا كمل. الى اللقاء، وشكرا لمن تفرجوا للاخير، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. اترككم في رعاية.